في بداية أزمة كورونا كان عندنا مشكلة كيف نقدر نلبي رواتب الموظفين وعائلاتهم، لأنه هاي كانت مسؤولية. فكان البنك له دور أنه نقدر نلبي الرواتب ونضل مستمرين في هاي العجلة. تقدمنا بالطلب، تمت الموافقة على طلبنا بفترة وجيزة جداً، ورجعت الأمور إلى مجاريها. بنصح الشركات أنها تستفيد من هذا البرنامج وأنها تتجه إلى بنوكها للاستفسار عن هذا البرنامج. وإحنا الحمد لله بلدنا بخير، وإن شاء الله بنتجاوز هاي الأزمة بالتكافل والتعاون.